السلام عليكم المتتبعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين او ملاك. الى كنتي جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. ومرحبا بكل المتتبعين قناه ديال شين او ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. هذا النهار بغينا نهضروا على طلب الفيزا الى بلجيكا. مرحبا بكم كاملين. اليوم سنعرف الى مسألة هامة في حالة اذا ما كنت تفكر في طلب فيزا سياحية ديال شينغل. وكانت هذه الدولة الاوروبية غير بلجيكا، فلتكن مثلا اسبانيا، دولة اسبانيا او فرنسا او دولة فرنسا او اي دولة اوروبية اخرى. قررت المجيء مباشرة عبر الطائرة من مطار نادور او الدار البيضاء او من مطار الجزائر هواري بومدين او مطار وهران او غيره. كما كتشوفوا يعني طلب الفيزا ديال بلجيكا، هو بلجيكا يعني عندها الفيزا توريست كتكون صعيبة، قليل قليل فين كتعطي الفيزا توريست. اغلبية بلجيكا ما كتعطيش الفيزا توريست مثل فرنسا، ولا كتعطي الفيزا توريست. بلجيكا يعني عندها قوانين صعاب مثل هولندا، يعني عندها قانون ديالها صعيب، ما كتعطيش الفيزا كما ولات اسبانيا يعني مزيرين الامور. اول حاجه بلجيكا باش غتبغي تعطي الفيزا توريست وشنو خصك ديري؟ هي خصك تضمني لهم عند من راكي ماشيه، كتضمني لهم شنو هما الحوايج اللي عندك، مثل بحال نقولوا ملك، عندك دار، عندك ارض، عندك اي حاجه غادي ديري لهم بلي عندك، عندك فلوس في البنك غديري لهم. وغادي الواحد تطلبي زهرك تشوفي واش غيعطيوك فيزا توريست ولا ما غاديش يعطيوك، لان هي في الفيزا صعيبه 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 بلجيكا. الى جيتي هنا عندك، الى دخلتي لها راكي سلكتي، ولكن الى قبل ما تدخلي لها هي صعيبه باش كتعطيك فيزا توريست. فاعلم انه في لحظه نزولك من المطار وعند وصولك لشباك شرطه المطار سيتم سؤالك وتوقيفك، وسيطلب منك الشرطي مرافقته لأحد المكاتب ويقوم باستجوابك عن سبب مجيئك لبلجيكا بتأشيرة شينغن. كما قلت لكم يعني البنات، غادي نفسر لكم بدوك بالهضرة اللي يفهموها اي واحد. يعني ملي غادي تجي لبلجيكا بالفيزا ديال شينغن، غادي اللحظة اللي تحط رجلك في المطار غادي يشوفوا عندك فيزا شينغل، غادي يرافقوك البيرو البوليسي، غيرافقك الشرطه يعني تما لواحد البيرو باش راكو عارفين، يستجوبوك عن السبب يعني علاش واش هو السبب ديال مجيئك لبلجيكا، يعني بالتاشيره ديال شينغل. لانه هما هنايا بلجيكا عندهم قانون صعيب صعيب صعيب، ماشي كما قلت لكم الدول الاخرى مثل فرنسا ولا اي دول اخرى كتكون عندهم قوانين شويه سهلين، يعني بلجيكا شويه قانونهم صعيب. بينما سيقوم اخر بالاتصال بمكتب شؤون المهاجرين ابيز لفيزيت دي لاستكمال الاجراءات، وسيطلب الشرطي في الاخير منك مرافقته لضيافتك لمده ساعه لمده 24 ساعه، يعني غادي يبقى البوليسي مستضفك عندك. كما كتشوفوا البنات يعني دابا ملي كتوصلي تمشي لداك البيرو باش يبحثوا داكشي، يتصل البيرو بشؤون بالمكتب ديال شؤون المهاجرين ديال المكتب ديال المهاجرين اللي كيجيو لاستكمال الاجراءات، يعني ويطلب الشرطي يعني في الاخير منك يعني باش تمشي معاه يستضفك 24 ساعه انت معاه حقه داكشي علاش جيتي بالفيزا ديال شينغل. سيتم استضافتك في بناية خاصة فيها سرير وتلفاز، وسيحضرون لك الطعام في الصباح اليوم الموالي، سيرجعونك إلى المدينة التي جئت منها. فإن جئت من نادور ستجد نفسك في نادور، وإن جئت من وهران فتجد نفسك في وهران. هل هناك استثناءات وما هو الحل حتى لا تقعوا في هذه الورطة؟ قد يسمح لك بالخروج من المطار في الحالات التالية: إذا كنت قد حصلت من قبل على عدة تأشيرات ولم تكن هذه أول تأشيرة تحصل عليها، ثانيا إذا كنت كبير السن ولم تكن شاب أو شابة، ثالثا إذا كنت إطار دولة أو طبيب أو محامي إلى آخره،
رابعا، إذا كان الشرطي للجوازات لطيفا جدا ومتسهلا، الحل حتى لا تقع في هذه الورطة، إذا حصلت على فيزا شنغن فأنصحك أن تذهب بالطائرة إلى البلد الذي حصلت على تأشيرة دخول ترى به أولا، فتقوم الشرطة الجوازات بطبع جواز سفرك، يعني البنات إلى درتي فيزا ديال شنغن بحال نقولوا لنفترض إلى درتي فيزا شنغن ديال فرنسا ولا ماشي، غادي تدي ديال الفيزا ديال طلبي ديال فيزا شنغن ديال فرنسا وغادي تجي لبلجيكا، لا إلى بغيتي ديري خاص تدخلي لفرنسا أول حاجة، عاد تقدري تجي تقطعي باش تجي لبلجيكا، هذا يعني عادي ماشي مشكل، ولكن باش إلى انتي طالبة فيزا ديال فرنسا شنغن وغادي تمشي ديري تدخلي لبلجيكا، هادي ما غاديش يقبلوها لك، يعني هذا هو الحل باش غادي ديري أول حاجة تمشي وتدخلي لفرنسا عاد تقدري تجي لبلجيكا. فمثلا نزلت بمطار باريس وبعد خروجك قم باقتطاع تذكرة القطار السريع لباريس وبروكسل، إذا كنت من الأشخاص الذين يتحملون متاعب السفر يمكنك اختيار الناقلة من باريس إلى بروكسل، هذه البنات كما قالوا هما يعني تقدر أول حاجة ديرها هي غادي من اللي توصل بحال نقولو تقطع تذكرة ديال نقولو من باري لبروكسل في التران ولا هادي تقدر ديرها، باش كيما قلت لكم غادي عندكم فيزا ديال شينجل ديال باري وتقطعوا الطيارة من المغرب لبروكسل ما تقدوش. جيد، لقد فهمت الآن، نتمنى هاد الشي اللي درتو تكونوا فهمتوه مزيان، وباش تعرفوا تطلبوا فيزا ديال التأشيرة ولا كيفاش ديروا، وسؤال آخر إلا بغيتوا ولا مرحبا يعني بكم، تقدر تسولوا أي سؤال بغيتوه تقدروا تسولوه، يعني احنا رهن إن شاء الله. عاوتاني كاين هل أستطيع، مهم البنات نتمنى نكون فتكم بهذا الفيديو، واخا ما فيش بزاف يعني، ولكن نتمنى نكون فتكم كما قلت لكم، يعني فيزا شنغن الى درتوها خصكم تدخلوا البلد اللي طالبينها به، يعني الى طلبتوها من فرنسا تدخلوا فرنسا اول حاجه، الى طلبتوها من بلجيكا تدخلوا بلجيكا، يعني ماشي نتوما تطلبوها من فرنسا غادي تجيو من المغرب بالطياره لبلجيكا، لا هادي ما غاديش يقبلوها، هادي حقكم فيها، غادي يردوكم حتى البلاد على بالكم، اي يردوكم حتى البلاد لانها بلجيكا كتحقق بزاف، بلجيكا يعني راها صعيبه صعيبه في باش تديري الفيزا، خصك عندك يعني الضمانات الضمانات، وعاد انتي طلبي زهرك مع بلجيكا. مهم نتمنى البنات هذا الفيديو يكون عجبكم ونكون فدتكم بيه، وكنشكر كل واحد من هذا المنبر مدعم قناة شين أم ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب، كتقول لكم قناة شين أم ملاك كتبغيكم بزاف بزاف بزاف، وإلا كنتو باغيين شي اقتراحات ولا شي موضوع اخر بغيتو نديرو لكم على راسي وعينيا، مرحبا بكم، مرحبا بكل واحد كمتبع قناة شين أم ملاك، غير قولوا لي على الموضوع ولا نديرو لكم، يعني كاني درت لكم فيديو ديال التجمع العائلي ديال بلجيكا، حكيت لكم التجربه ديالي ديال بلجيكا ملي تاخدي لاكارت ديال بلجيكا وشنو هما القوانين اللي تحصل عليهم في بلجيكا، نتمنى نخلي لكم مهم روابط في صندوق الوصف ديال الفيديوهات ديال التجمع العائلي وديال يعني ملي تاخدي البطاقه ديال الاقامه في بلجيكا، يعني وشنو هما القوانين اللي تحصل عليهم، غادي نخلي لكم كاع الروابط ديالهم في صندوق الوصف، باش اللي بغى شي حاجه شي فيديو مهم بغاه ولا يلقاه عنده، وقناة شين أم ملاك دائما معكم ودائما الجديد عندها، وهي كترحب بكم كاملين وكتبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكنقول لكم دائما اللي بغى شي حاجه ما يستسلمش، دائما اللي بغى شي حاجه يبحث عليها ويلقاها ان شاء الله، غير بحثوا خدموا عملوا وما تستسلموش على اي حاجه، والله يسهل على كل واحد، اللي بغى شي امنيه ربي يسهل عليه، وانا من هذا المنبر كان مداكم استودعكم، كنقول لكم بيزو كبير، شكرا 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 لكم كاملين كاملين على الدعم ديالكم ليا على هذا الشيء اللي كديروه معايا، يلا نخليكم في امان الله، يلا بسلامه.